ايه تعي بعت لك حمى تعال. ماشي الحال، رح اعطيك الطربوش كله، تفضل. الله يعوض عليك كل طربوش بمليون طربوش يا عم. يلا درويش احكي لي من طقطق. السلام عليكم، شو قصة الفارة؟ انو فارة؟ شو انو فارة؟ لسه الطربوش ما دفي فوق راسك. طيب انا رح احكي لك، حبيت تصدقي صدقي، ما حبيت تصدقي مشكلتك. ماشي الحال احكي. هذا يا ستي فتلي عند المدير. حلو. وانا بدي ضيفه القهوة. حلو. فتحت باب التواليت قامت طلعت لي هالطوبة هي خجيرة كبيرة. قتلتنا. يبعت لك حمى، جيني لعب عالتيس. مين الجدي ومين التيس؟ شو صار فيها؟ تأخرت. لك شو بكي حايصة؟ مين عم تنتظري؟ مرحبا. اهلا وسهلا. نعم. شو ما عرفتيني؟ لا والله ما عرفتك. وانت كمان ما عرفتيني؟ لا ما عرفتك. اتأكدي منيح. ايه ما عرفتك ولا من الصوت ولا من الصوت. انا سوسن. مين سوسن؟ سوسن بنتك. سوسن بنتي؟ لك شو عاملة بحالي؟ ما انت قلتي لي بشر حالي. ايه قلت لك بشر حالي بس ما هيك. ايه هذا اللي طلع معي. ايه اذا كان بده يوصفك هلا رح يبطل يوصفك. ايه هذا والسكرتيرة هات. يعني هلا شو اعمل؟ لا تعملي شيء، خليكي مثل ما انت، المهم ابشع من امل. مشي. ادعوا لنا موفقين. لك شو ها؟ كنا بالام صرنا بالام وبنتها. يا سلام، لهيك شوي يا بنت. المدير موجود؟ إيه؟ مينو هاي؟ مو شغلك، عم بسألك المدير موجود؟ شو بدك منه؟ شغلي خاصة. أنا سيامل، شو الضوج اللي عندك؟ هي مدام سامية وبنتها بدهم ياك. بخصوص شو؟ أنا شغلي خاصة. إذا مشان بنتها بلغيها إنه بواسق حكى معي وروحوا يفهموا منه شو القصة. استاذ جميل، انا سامية جايت لك معي مفاجأة سهلة رح تعجبك كثير. مفاجأة شو؟ ايه مو خلينا نفوت حتى نشوفها. اذا مفاجأة فوتوا. شو رايك استاذ بالمفاجأة؟ اني مفاجأة؟ وراك اطلع. مين هي؟ بنتي سوسن، سكرتيرتك الجديدة. أنا حكيت مع بواسخ وقلت لك على الانترفون، راجعيه وبيخبرك كل شيء صار. أستاذ أنا عرفت السبب، معك حق 100%، السكرتيرة ما لازم تكون حلوة، لأنها بتلفت النظر وبتلهي المراجعين. طلع، طلع أستاذ، شوف، في أبشع من هيك والسكرتيرة؟ إيه أبشع من وجه أنا 100 مرة. العمى شو؟ استاذ ليش عم تضحك؟ لا ما في شيء، بس تذكرت نكته قديمه. شو قلت استاذ؟ تطلع تستلم الشغل هلا ولا تيجي بكره الصبح احسن؟ الاحسن انك تبعتيها على البيت. اجازه؟ لسه ما توظفت، اوان بدك تعطيها اجازه. لك هلا شو بدي بعتها على البيت؟ خديها على البيت، بلكي الله بيبعت لها نصيبها. والوظيفه؟ أنا ماني موافق على توظيفها. ليش؟ لأنه بخاف شي يوم تنسى وتقوم تغسل وشها وتروح على الجلعطة كلها وتجيني على الدوام حلوة، وبتعرفي أنا ما بيناسبني بالمديرية يكون عندي سكرتيرة حلوة، لأنه بتلهي المراجعين وبتعطل الموظفين وبتأخر الشغل. اتطمر أستاذ، ما بخليها تغسل وشها بنوم. ما بقدر، شلون بدي نام؟ بيتلوث الحال. لك اسكتي أنتِ. شوف شوف أستاذ، الله يخليك وظفها مشاني. ما بخليها تغسل وجهها بنوب، وإذا غسلته بإيدي أنا بشحور لها. الله يخليك يا أستاذ، يخلي لك مرتك وولادك. لو سمحتي يا مدام سامية، اسحبي بنتك وخديها من هون. يلا. يعني ما في أمل؟ لا ما في أمل أستاذ. إذا وجهها لسه تحلو بشعه. شلون بدي بشعه؟ بعدين ما بقدر اطلع حالي بالمراية. لك اسكتي أنتي. أستاذ شو رأيك بشحور لها وجهها بالأحمر شوية لخار؟ شوفي يا مدام، مو إذا بتشحوريها بالأحمر، إذا بتشحوريها بالأسود وبتنفضيها مثل وجاء الأذان، ما في أمل. يعني ما في أمل، خلي بنتك وتيسر. كم مرة فهمتك تبطلي العادي؟
طولت سامي عند المدير، قلتك قبل يوظف لبنتها. لك شو عم تحكي انتي؟ اكيد الاستاذ جميل كان عم يمزح وقت اللي قال له لابو واثق انه ما بيوظفها لانها حلوه، اعتذر منه بطريقه لطيفه، قاموا هن صدقوا راحوا معطوها معط للبنت. بعدين تعي لاقول لك والله سوسن ما كثير حلوه، من خاره افطس عيونها مبخشين. بس اسلكوا اجوا اجوا اجوا. طمنونا شو صار معكم، قول مبروك. نتعشى اليوم ولا نخبي حالنا لحلوان بكره؟ الو اعطيني خط. الو اعطيني ام واثق. الو ام واثق، جوزك طلع فافوش. نعم مثل ما عم قلك طلع فافوش. مديرنا معبره بنوب. عجبك؟ جوزي مو بالمكتب، اكيد طلع يقابلها. يا نادية لا تكوني ظنوني لهالدرجة. جوزي وبعرفه. شو بتعرفي فيه؟ عيونه زايغة لبرا على طول. ومحسبة انك بهالطريقة رح تضبي له عينه وترجعي؟ غلطانة، إذا بدك جوزك يرجع لك لازم تدوري على السبب اللي خلاه أصلاً يهرب منك. زيلي السبب بتزول النتائج. لازم تعرفي ليه جوزك عينه لبرا. من الله، الله هيك خالقه. لك الله خلق كل الرجال، بس ليكي جوزي بيقلع عينه إذا حاولت مجرد محاولة إنها تطلع لبرا. على طول بخليها عم تطلع لجوا. علي أنا والفضل كله إلي. شو قصدك يعني؟ أنا اللي مقصرة مع جوزي؟ لا تزعلي مني، على هوا ما بتحكي لي إيه مقصرة. شوفي أناقتك كيف بتكون برات البيت وحالتك كيف بتكون جوات البيت. شلون يعني مقصرة؟ هي عم بطبخ له واغسل له واكوي له ورقع له جراباته واطب له زرار قمصانه. شفتي انك مقصرة؟ يعني شو بدك يعني اعمل له اكثر من هيك؟ يعني مثلا عمرك شي مرة نيمتي الاولاد على بكير وتحممتي وتبودرتي وتكحلتي ولبستي تفريعة من يلي قلتي عنهم شراطيط واستقبلتي بابتسامة وحطيتي شريط رقص شرقي ورقصتي له؟ لا. شفتي انك مقصرة؟ إيمان انت هيك بتعملي مع جوزك؟ شو فيها؟ مو هو حلالي؟ ايه شو قصة؟ حفظته وخلص. يا أحلى زهق فواحة، خلص حفظته. حفظته. بس ما اتلبك هلا وأنا عم أقول الكلمتين اللي حفظته لزهرة. لا ما راح تلبك، تدربت عليهم منيح. هي بس تطلع معي أول كلمة الباقي أكيد بيكرشوا لحالهم. الخوف مو هون، الخوف إنه زهرة تصدني من أول كلمة وما تسمح لي أقول كل شيء محضره. ساعتها ما راح أستفيد شيء. أكيد زهرة راح تصدني إذا جوز بنت خالتها زعلت منه وطلعت من بيته لأنه حكاها كلمتين حلوين. أنا شو راح تساوي معي؟ أكيد من أول كلمة راح تترك الغداء وتطلع من البيت، ساعتها راح تنتزع الخطة. سيدي حتى لو فشلت هالمرة بكفي إن راح تكون الشرارة اللي راح تفجر صمام الأمان اللي مجنني. أنو عزيمة؟ ما بعرف. العزيمة هون ولا برا؟ ما بعرف. العزيمة اليوم ولا بكرة؟ كمان ما بعرف. إيه طيب شو بتعرف لكان؟ بعرف إنه في عزيمة، حدا عازمنا، نحن عازمين حدا ما بعرف. اليوم العزيمة، بكرة العزيمة كمان ما بعرف. العزيمة هون ولا برا؟ كمان ما بعرف. أنت شو رأيك؟ بشو؟ بالعزيمة. إيه أنت شايف أربع خمس طبخات بالبراد؟ لا. إيه معناتها مالنا عازمين حدا. يا لطيف شو ذكي. شوفوا الزكا من وين عم ينقط. شوفوا معناتها اليوم نحن معزومين وعزومين الناس عندك يا حبيبي. جابوا الفريج وملصنا سوا. طب الله طب الله. اجا ابو طارق تقبرني. اجيت والله جابك.
امسكي هالوردات وشميهم وزوعوا على الارض يستر على عرضك طخي ولميهم. طيبي هي امسكي هالباقة يا احلى زهره فواحه بريحه عطر بريحه. ميرسي كلك ذوق وكلك شعر. عفوا محمود الحكي مو لك. لك هلا مين؟ ما في حدا غيري واقف هون. ها مو ضروري تعرفي. بعرف لحالي الزكي بيلقطها وهي طايره. وشو لقطتي يا حضره الرادار؟ هي الباقه بعرف لمين جايبه، لهلا لسه ما اجت بس. طيب لنفترض انك بتعرفي لمين، شو عرفك انه لسه ما اجي؟ صار لي نص ساعه عم بستناها على البلكون. لا لا ما شرفت حضرتها. منو هي؟ مرتك هنا. أنا لهلا ما اجي. والعزيمة؟ أنا عزيمة أبو طارق. مين قال عزيمة؟ أنا ما قلت عزيمة، أنا قلت عزيمة شي عن إذنك. مين قال عزيمة عن إذنك؟ قولي هالطولة. عزيمة خلص تأمن غدا اليوم لروح أطفي عن المجدة. مالي شامم ريحة طبخ ونفخ. معناتها اكيد موصي على الاكل جاهز. بتفهم. بالصدفه بتفهم. هنا يا هنا. اهلين بابا. اهلين دنقو. شو القصه بابا؟ صار كل يوم عم تيجي وحامل بايدك باقة ورد. في شي بالجو؟ ايه في. شو في؟ في طيارات وهي بوينغ كمان. امك ما اجت ما؟ لا لسه. ولا اتصلت؟ ولا اتصلت. شو صايرين ستيريو؟ كل واحد جاوبني لحاله. تعال دنقور، شلون دروسك بابا؟ اخذت فيهم كلياتهم 10. الله يرضى عليك. وانت ارجيله؟ انا؟ ايه. شوف قد ايه حطت لي المعلمه. صحيح بابا في عزيمه؟ الماما قالت لك ما؟ لا. لك قال شو عرفك؟ انا قلت له. تعال ارجيله ده. تعال ارجيله تعال شوف. معناتها الماما قالت لك؟ لا. لك قال شلون عرفت؟ العصفوره قالت لي. شوف فكر ما في بالجو غير طيارات. في كمان عصافير. مزبوط بابا. اسمع شوي، نحن عنا عزيمة وماما عازمة رفيقتها. شفت؟ ما قلت لك يا زكي انه عنا عزيمة؟ شلون ماما عازمة رفيقتها ولسه لهلا ما اجت ولا حضرت شي للعزيمة؟ ما هذا اللي مجنني. سلامتك من جنان. اسمع ولا حركات مالها طعمة على الغدا ما بدي. ولا يهمك بابا، نشيلها شوية ملح. شو هي؟ الحركات مشان يصير إلها طعمة. لك كم مرة فهمتك؟ نكت بايخة لا تحكيها، فهمت؟ كح 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 ما؟ مثل ما فهمتكم أنت وياه؟ نهائياً إذا بتقلل أدبك على الأكل بحياتك ما رح تركب بالسيارة. إن شاء الله تكون حلوة يا رب. ولي سوى العدس. بكره باكل المجدره تازه، اليوم في شيء اطيب، رح اطفي تحتها احسن شيء. يبعث لك قتلك شو سئيله، اسال مني، ما رح اجلسك. لا بجلس، لا يلا. اكيد هناء بتكون محضره المحمر والمشمر وتوابعه، بس شلون رح تلحق تحضر كل هذا وهي لهلا لسه ما اجيت؟ هلا فهمت، بتكون مرت على شي مطعم وبدها تجيب الأكل جاهز. وأنا بحب الأكل جاهز. إيه وبعدين؟ هيك بنضل قاعدين وحاطين إيدنا على خدنا؟ أنا جد بدي آكل. هلأ أنت مهمك إلا بطنك؟ ليش أنت شو همك؟ مالك الآن ليش الماما لهلا ما أجت؟ ونحن ما بنعرفونا؟ صحيح ماما ليش لهلا ما أجت؟
طيب الماما تأخرت بالشغل، المعازيم ليش لهلأ ما أجوا؟ مع هذا اللي مجنني أنا. روح افتح الباب، أكيد الماما. وأنت السادي هدول المعازيم، لو الماما ما عم تفتحها. مظبوط، لا تفتح، أنا بفتح، أنا بفتح. المعازيم شوف لي شلون الوضع من عندك. ادعي لي، ادعي لي. الله يا رب، ادعي لي سليم، ادعي لي. تفضلي باقة هالزهر يا أحلى زهرة فواحة. تفضلي باقة هالزهر يا أحلى زهرة فواحة بأطيب هضب. قلت لك كلك ذوق كلك شعر ما صدق. هذا أنت؟ إيه أنا بدي هنا. شو بدك منا؟ عاوزتها بشغلة خاصة، شغلة نسوان يعني. مو قلتي انك كنتي عم تنتظريه على البلكون؟ معناتها بتعرفي انه ما اجيت. حصت لي انا شوي وزبطت شعراتي وفتت لهداك الصوب، قلت لحالي في هذه الاثناء بتكوني جايين. لا لسه لم تاتي. شو الشغله على كيفه يسكر الباب بوشي؟ بدي فوت يعني بدي فوت. يا احسن شيء ارجع استنى على البلكون، بس تجي هنا افوت انا وياها غصب عنه. الضرابة من ايدك بقى. بابا انا جعت وانت بتعرفني انا بس جوع بيطوش حجري. وانا كمان جعت وانت بتعرفني بس جوع باكل حالي، بس شو ساوي لك؟ قلك تعال نعمل انا وياك جزمز عنب بالبراد. ما بدنا نطمن على امك بالاول؟ خلونا نقلق عليها ونحن شبعانين، ضروري نهكي الهمه ونحن جوعانين. لك اترك الضرابة من ايدك. الو 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 اهلين يا مو. اهلين وسهلين. لا الحمد لله يا مو. بدي اسالك، ابي لما كان يجوع كان ياكل حاله؟ لا لا ما في شيء، ما حدا قال لي. لا طلعت بكير اليوم كان عندي شغل. ايه ما تكلي هم. لك يا مو شو هالحكي، معقول انا العب بديلي؟ لا يا مو اصلا مالي ديل. بعرف انها بايخه يا مو. الله معك. لك اترك هالضرابة من ايدك. اجت هنا اجت هنا. لهلا لين زارتنا. اهلا وسهلا. غصبا عني تضرب الوظيفه وساعتها. اي والله ستي الله يعطيك العافيه، بس مالي شايفتك حامله شيء بايدك. لا تكوني نسيتيهم بالسياره. انا سياره بالتاكسي اللي وصلتك، لان انا حاكم وعم لمه للغسيلات بالصدفه شفتك نازله من التاكسي. شو بدي ساوي جارتنا، تاخرت بالجوله وسياره المديريه خلص دوامه بتضطر تاخذ تاكسي. تصوري فوق تعبنا عم ندفع اجر التاكسي. والغراض؟ انا غراض الاكل. أنا أكل؟ الأكل تبع العزيمة. جارتنا أنا عزيمة. هنا ما في بالعادة تخبي علي أنت. ما عم بفهم عليكي، وشو بدي خبي عليكي أنا؟ أنا بعرف إنك ما بدك تقليلي مشان ما تعذبيني يعني بمساحتك وتحضير السفرة. وإيه يا مانا، لا لا تفكري هيك، لا تفكري بنوب، نحن جيران والجيران لبعضها. بعدين أنا مو حي الله جارة، أنا صرت من أهل البيت. على عيني، بس جارتنا انا ما عندي عزيمه ولاني عازمه حدا، حتى جوزي ولادي ما حضرت لهم اكل. ابصر شو تغدوا يبعث لي حمه. شو الشغله على كيفها؟ جوزي قال لي في عزيمه وقط ما بيهرب من عرس. مالي غير ارجع على البلكون انتظر المعازيم ساعتها، لا هي ولا جوزي بيقدروا يتهربوا مني. وليش تأخرتي؟ حبيبي طلعنا بكير مع جروب سياحي وعلى أساس ساعتين ثلاثة، وفعلا الساعة 12 خلصنا، بس تعطل الباص على الطريق. الحمد لله السلامة. والعزيمة شو صار فيها؟ قصدك عزيمة زهرة؟ ليش نحن عازمين غيرها؟ يا حبيبي تأجلت لبكرة. تأجلت؟ وليش ما خبرتيني؟ نسيت، أنا آسفة معك حق، كان لازم أخبرك. أنتوا شو عم تعملوا؟ لسه ما تغديتوا يعني؟ عم نعمل مثل العادة جزمز. يعجبكم شوي حاكم، أنا ميتة من الجوع. تأجلت لبكرة يا حبيبي، من هون لبكرة بكون نسيت اللي حافظون. حصب يفلق الصخر. ايه وبعدين عريضة المعازيم طولوا.
خلايا بصر. من بيت جميل شو هالحكي؟ ما انحرم هالقامة يا حق، هات عم تقبرني كمل الاكل هات. هلا قلتي بدها تجي ولا ما بتعرفي؟ وعدتني معها انه تجي هي وياها بكره. شوفي اوعك تفكريني كثير مهتم بجيتها، حبلها تجي اهلا وسهلا، ما حبلها هي حرة، بس يعني هات البندورة حبيبي. تفضلي. يسلموا. بلكي سافرت. مو هاي؟ زهرة. لوين بدها تسافر؟ ترجع على بيتها على بانياز. إذا سافرت سافرت، بنرجع نعزمها مرة تانية، ما مشكلة. يا حبيبي، لسه بدي استنى لتجي مرة تانية. طيب شو رأيك لحتى نلحق الوقت يعني نعزمها على العشاء؟ لا حبيبي، ما بيمشي الحال. لك إيش العشاء مثل الغداء، كله عزيمة. ما بلحق أحضر شي للعشاء، أنا بكرة باخد إجازة وبحضر الغداء. إيه على راحتك. اوعك تفكري اني عم لح على العزيمه مشان شيء معين. ها لا ابدا، بس حبيبي سليم هات البيض. طلعت من مناخي من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطبخي؟ ريحه الاكل واصله لعندي. انت شو شايفه؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم، قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شيء. يا شبه الجزمص، شبه أكلة طيبة كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك أكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شيفتين ثلاثة كبة كم قرص صفيحة؟ قولي على عيونها، هلأ إذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشجعني بين الجيران. ايه طالعي حي الله شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك بس جزمز. لا تاكلي يا اما انا بساعدي. مسكي محمود، هاتي انت الطبخه وانا بطلع لك كم رص صفيحه وكم رص كبه. مسكي. لا لا تعذبي حالك، انا بعرف وينهم. ها بدها تغديني جز مز. قال ايه مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي، بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة. الا ما اعرف لفوت حط هدول بالبراد لبعد بكرة. بكرة عندي مجدرة. ولي مين جاييني هلا وقت الغداء؟ شو قلة الذوق هاي؟ حدا بيجي لعند حدا وقت الغداء؟ احلى يطلع لي شي وحدا دمه تقيل وياكل لي الاكلات منيح اللي دحشتهم بالبراد. جاي ايه طنو كمان ما احترق لسه، احرقوا لي اياه للجرس. هذا انت الدحسين. شو هيك يا محمود؟ فكرتك مو بالبيت. كنت بهداك الصوب وبالفصحى بذاك الصوب. سيدتي انت اكبر قدر. تغديتي؟ تغديت لك ما تغديت. في حدا بيضل بلا غدا لهلا؟ وشو تغديتي؟ من حواضر البيت، ما بقي عندي شيء تحسينها خلصوا. ايه لكان مالك بالطيب نصيب خاطرك. وين رايحه عم تحسين؟ رايحه اتغدى. لهلا ما تغديتي انت؟ ايه هلا لحتى اجت صينيه الكواج من الفرن قلت لحالي هي اكله بتحبيها وبتموتي عليها، لانزل عيط لك تذوقيها. الظاهر اني تاخرت. امي 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 شو بكي؟ امجد واغياب. شو بهون؟ حذري. كسروا التلفزيون؟ حذري. وقعوا الخزانة؟ حذري. لك أول تنقلوا مالي؟ فاتوا على المطبخ، نطوا على الطاولة، وقعوا صينية الكواش، وفشش على البلوعة. اللي بعت لك حمى ما أبرد قلبك، تلعب علي. كواش وعلى البلوعة، يا حرام. أنا ليش انضربت على قلبي وقلت لها متغداية؟ كنت قلت لها ما تغديت. كنت طلعت اكلت لي لقمتين دقت لها الصينيه. ما فكرتها جايه تعزبني، ببالي اياها جايه تتغدى عندي. قلت لها تغديت. تاني مره لازم اتروق اكثر بالجواب على هيك سؤالات وافهم الموضوع منيح بعدين جاوب. يا حوينه صينيه هالكواج، انا بحب الكواج كثير. يلا كمان الكبه وصفي حي اللي اكلتهم كمان طيبين.
لروح اتملح لي بشقفة جبنة مرمرة امي. تفضل حبيبي. يسلموا ايديك. صحيح جميل، تذكرت امك اليوم حكت بكير كتير وسألت عنك. شو بدها؟ ما بعرف. طب ليش ما سألتيها شو بدها؟ وليش لأسألها؟ امتى تحكي مع ابنها؟ شو دخلني انا؟ بعدين بركي بدها تشتكيني إلك. ايه وشو قلتي لها؟ دورت عليك بالبيت كله ما لقيتك، قلت لها طلع. طيب ما سألتك ليش طلع بكير؟ ليش يعني طلعت وانقلعت انا قبل دوامي؟ ما سألتك؟ لا هي سألتني هيك شيء، صور جميل، هي عم تشك انه انت عم تلعب بديلك. وان شاء الله انت عم تشكي كمان فيه. هو يعني بيني وبينك التصرفات اللي انا عم ساويها بتخلي اي مرة تشك فيي، بس انا مالي مثل كل الرجال، انا يعني بعرف حبيبي ما في داعي تدافع عن حالك، انا من ناحيتك مطمنة كثير وحاطة ايدي ورجلي بمي باردة. حاطة ايديك ورجليك بمي باردة ما؟ إيه ما بكون جميل إذا ما بخليهم يحترقوا. بعدين معهم هدول الولاد أبو تحسين، ما بدهم يبطلوا العادة السيئة هي يطنوا الجرس ويهربوا. ناس ما بتسوق. عفوا عفوا. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. زهير دركزلي بصلح حواط سمك، حضرتكم دقيتوا لي لاجي اصلح لكم الحوض. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله جايب عده الغطس معك. تفضل استاذ. يسلم، تفضل جرب. يا ريت تفضل تاخذ لنا طريق. ايه مو محرز يتغطوا مشانك، تفضل. الله يخليك، فوت خذ لي طريق. تفضل تفضل. ان شاء الله ما صار لك شيء. عادي. تفضل شرف. خذنا طريق، يا الله. شرف. عم قول يا الله. ايه تفضل شرف. يا الله. شرف. يا الله. وين هذا حوض سمك استاذ؟ اي نعم هذا الحوض. طب ممكن دخيل عينك الشنطه؟ شريف حبيب القلب، ارفع لي الغطاء اذا بتريد. على عيني. يلا سكر استاذ، ان شاء الله معافين. الله يعافيك يا رب. 500 ليره. شو هالحكي؟ 500 استاذ. يا على عيني. شريف شكرا استاذ. يلا ها. الله معك. يلا ها. الله معك. بس برايك اخي زهير مو غليت علينا شوي؟ شو غليت يا استاذ؟ مالي اخذ منك شيء يعتبر. اهلا وسهلا. الله يخليك، يلا سلام. يعطيك العافيه. موفق ان شاء الله. مع السلامه. عجبك هيك؟ شو ها؟ بالعكس بتعرفي انا هدول بحترمهم وبحبهم كثير، لانه بكفي لا بيمدوا ايدهم ولا بيشحدوا، بيشتغلوا من على جبينهم. هلا خلي يرجع مرجوعنا لزهره، قومي اتصلي فيها. قومي. وليش لا اتصل فيها؟ مشان اشوف اذا بكره مو مسافري، يعني برقدها منكرك عليها على العزيمه. ايه معك حق، وبطريقي بحكي مع مها وبشوف شو اخبار المديريه بعد ما طلعت جوله. هلا بيطلع لي نعيم الغليظ ما بدي اتصل. شبك ليش بطلتي تتصلي؟ لا بس بخاف يكونوا نايمين. في حدا بينام هلا؟ بعدين جميل بحكي بعدين. لا هلا بدك تتصلي. شبك جميل قلت لك بعدين. لا هلا. هلا انت شو دخلك؟ انا رتبت كل شيء للعزيمه خلاص. يعني بس يعني اوعك تفكري اني انا عم لح على العزيمه لانه زهره حلوه، لا اعوذ بالله، بس يعني لاني انا بكره معزوم على الغداء وبدي اعرف راسي من رجلي، مشان بخاف يعني اللي عازمني تزعل، اللي عازمني يزعل، بقى اذا كانوا بدهم يجوا بعود بلغي الموعد، اذا ما بدهم يجوا يعني بضل مرتبط فيه، ما بحب زعل اللي عازمني، ما بحب زعل اللي عازمني، قومي اتصلي قومي. ايه قوم انت اتصل فيه وعزمه. انا؟ ايه انت ولا بتستحي؟ لا شو استحي، لا بس يعني مو حلوة اتصل وانت موجودة، بعدين برقدها سألتني عنك. خلاص انا رح اتصل فيها، تمام تقنعني انت هيك. انا بخليك انت يعني. الو؟ الو مساء الخير. اهلا، يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء بدر القمر. استاذ نعيم ممكن احكي مع مها؟ من عيني هي اليمين قبل عيني هديك الشمال، تأمري امر. مع مين عم تحكي؟ مع القمر. ايه هات لاحكي انا معه. خي سلمي علي. اهلين هنا. الحمد لله. شو صار بجولتكم اليوم؟ لا لا لا، معناتها تأخرتوا. الحمد لله على سلامتي.
شو أخبار المديرية؟ على حطة إيدك. وزهرة شو أخبارها؟ إمتى بدها تسافر؟ بكرة، بس أنا ما رح خليها، بدي خليها تضل عنا يومين لخان. يعني بكرة جايين على الغدا؟ إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، عم ننتظركم. ما ها حبيبتي أنتي، ممكن تقدمي لي إجازة؟ يوم واحد. في داعي أحكي مع زهرة؟ ماشي تقبريني، عم ننتظركم ها؟ الله معك، مع السلامة. رح يجوا. اي حبيبي اطمن رح يجوا. ايدك شو بقى؟ ايدي مد ايدك واعطيني مصاري مشان العزيمه. قد ايه لازمك؟ قد ما اعطيتني دبر حالي. طيب هي بيمشي حالها؟ دبر حالي. لا ما بدي اياك تدبري حالك، بدي انا عزيمه مرتبه تليق بزهره، قصدي بالضيوف. وهي خدي هي كمان، خدي هي، خدي هدول كلهم. يتقبر قلبي شو مزوي، إلهي خلي لي إياه يا قلبي. صارت 8:05 ولهلأ ما أجا، ماله بالعادة؟ يا ترى شو اللي أخره؟ بيجوز مرق على الوزارة اليوم؟ بس أنا المهم إني أعرف قصة الفارة والشنطة وكلام الغزال. بتقومي بتشديها شعرها وبتخرمشيها ليش تقومي بالسطح؟ امبارح كانت هي عم تسطوف، اليوم دورك بالسطف، فوق حقها ودقه. هنا يا هنا، هنا يا هنا. أهلين جميل، أهلين حبيبي، خير لجي؟ في شي؟ أكيد أخذت إجازة. لا بس وأنا رايح على الشغل شفت الفواكه أزراف، قلت بجيبهم مشان العزيمة. إلهي خلي لي إياك، تعيش وتجيب يا حق. بدك شي غيره؟ لا حبيبي، يسلموا هالإيدين، أنت روح على شغلك بعدين بتتأخر. معلش حبيبي، أنا إذا ناقصني شي بنزل على السوق، ولا نسيت كوشة المصاري اللي أعطيتني إياه هون. شوفي أنا يعني حابب كتير هالعزيمة تطلع مرتبة، وعك تفكري مشان زهرة؟ لا مشان تبيضي وشك قدام رفيقتك زهرة، قدام رفيقتك مها. إن شاء الله يا جميل بيضل وشك أبيض تقبر قلبي، ريحتني من نزلة السوق وحملة الفواكه. روح حبيبي هلا بتأخر. طيب اتصلي بزهرة وأقدي عليها تجي. خلص حبيبي قالت لي جايين يعني جايين. طيب شو بتخسري اتصلي. خلص خلص رح اتصل، بس انت روح على شغلك هلا بتتأخر. دخيل الله شو مهتم بالعزيمة، كأنه العزيمة لأهله. يعني ما مر لعندكم؟ طيب شكرا. أهلين أستاذ. أهلاً أهلاً. انشغل بالي عليك أستاذ. ليش لحتى ينشغل بالك علي؟ يعني أستاذ مالك بالعادة تتأخر كل هالقد؟ بسيطة هيك تأخرت مو بإيدي. خفت عليك أستاذ. ليش لحتى تخافي علي؟ يعني خفت لا سمح الله تكون جاية بالسيارة عملت حادث، لا سمح الله لا سمح الله. لا ما تتكلم، خلي درويش يساوي لي فنجان قهوة يلا. على عيني أستاذ. شو هاد؟ شو يحرق حالي شو دمه غبير. درويش؟ درويش؟ خير أنتي أمر، مري جيب فنجان قهوة للأستاذ. ليش إجا؟ إيه إجا. وين كان؟ أنا شو بيعرفني؟ معقولة أنتي أمر؟ في سكرتيرة بالدنيا ما بتعرف مديرها وين بيكون؟ درويش روح جيب فنجان القهوة أضوي. رح أضوي. معه حق، السكرتيرة لازم تعرف كل شي عن مديرة ولازم تعرف وين بيكون بأي وقت، بس مو هيك مدير. يا برني يراجع وعلى شو بده يتدرب. هديك المرة
كان عم يقرأ قصة للأستاذ وسيم، هلأ أكيد أكيد عم يمثلها. معناتها مديرنا عنده مواهب تمثيلية ومالنا عرفانين. طيب ليش عم يتدرب ويخطب؟ شو فيها؟ التمثيل مو عيب. هلأ بدي قل له بركي بيخليني مثل معه. يا عيني تعال. خير شو بدي؟ وين رايح؟ بدي فوت القهوة للمدير. المدير مو هون. وين راح؟ مو شغله، حط القهوة على المكتب وأنا لما بيجي فوت له إياها. وين حط لنا القهوة؟ مثل ما بدي. أضوي. وفضيت بطارياتي ما كنت ما عم بضوي. مغمس عيو مغمض. أنا كم مرة فهمتك إنه درويش هو اللي بيجيب لي القهوة؟ أستاذ دورت عليه وما لقيته. وين راح؟ ما بعرف أستاذ، فص ملح وداب. داب؟ شلون بيروح بدون ما ياخذ إذني؟ ما بعرف. بتساوي كتاب عندي خصم 10% من راتبه لثلاث أشهر. حرام أستاذ، لا تعاقبه. مشان ما يعيدها مرة ثانية. أستاذ على ضمانتي ما بقى يعيدها. تعاملي اللي عم قلك عليه. حاضر. ليش واقفة هيك مثل مصطيجة؟ أستاذ بدي أطلب منك طلب. خير شو بدك؟ اسمعي لقلك، إذا كان الطلب من الشغل اطلبيه، بس إذا بتطلبي طلب برات الشغل اوعك. أستاذ أنا طالبة القرقب، قصدي طالبة منك خدمة، خدمة ما رح أنسى لك ياها طول العمر. أنا طول عمري بشعر إني أنا إنسانة موهوبة، بس للأسف للأسف يا أستاذ جميل لحديت هلا ما أخذت فرصتي، ما وجدت الإنسان اللي يكتشفني ويثقل لي موهبتي. عفوا أستاذ، يعني ويوصلني لعالم الشهرة وعالم النجومية. يا ريت يا أستاذ جميل، يا ريت يا أستاذ جميل تكون أنت هذا الإنسان الشهم المكتشف. إيه أستاذ يلي يمسك بيدي ويطلعني على أول درجة من درجات المجد والفن والتألق. وشو وحياتك ما رح تندم يا أستاذ، أنا رح أكرش كرج، كرج بطلوع مو بنزول. شو عم تخرفي انتي؟ شو هي كروج بطلوع ودحكلي بنزول وما بعرف شهرة ونجومية؟ كم فكري حالك إيرين باباس انتي ولا قاعدة بمسرح؟ يا ريت يا أستاذ، يا ريت تحقق لي حلم الطفولة، انت الله بعت لي ياك لتحقق لي هالحلم يا أستاذ. لك أنا حلم وأحلام، شو عم تخرفي انتي؟ أنا شو دخلني؟ لا يا أستاذ جميل لا، انت الوحيد اللي قادر تخدمني هالخدمة. الله يخليك، الله يوفقك، الله يخلي لك ومرتك وولادك. خليني مثل معك دور، حي الله دور صغير ما أشي الحال. أنا بس بدي أحط رجلي بالفن. شو هذا تحطي رجلك بالفن وما شو صاير لك انت اليوم جاني؟ الله يخليك يا استاذ، الله يوفقك، تقبرني، تطلع على قبري تشكر قاسي استاذ، لا تخجلني، لا تحبطني، لا تدمر لي معنوياتي. اسمعي لليك، وقفي منيح. بوشك على مكتبك، يلا. ارجوك استاذ، لا تكسر بخاطري، الله لا يكسر لك خاطر. ان شاء الله بتنكسر رقبتك، عم لك على مكتبك. ها؟ حاضر. يلا. حبيبي، هذا اللي ناقصني. قال تمثيل قال. ما معقول خليك تروحي تمثلي وتحرجي يسرى. لك عاد إله مسموح وإلي ممنوع، ما بده نجمي يطفي على نجمه. بس أنا شغلي مو معه، شغلي مع الأستاذ وسيم، بس يجي بدي أقنعه يعمل لي تيست. جاي من الشغل بكير اليوم، مالك بالعادة؟ يوم ما رحت الشغل. فيك شيء لا سمح الله؟ لا ما في شيء، بس اخذت اجازة. اجازة بسيطة، بالي عم يجعك شيء. ما قلتي لي ليش اخذ اجازة انتي؟ وليش واحد ياخذ اجازة؟ مشان يرتاح. ما قلتي لي ما عم يجعك شيء، معناتها ما له طعم الاجازة. عندي اجازات كثير بدي صفيهم. يعني اذا ما اخذتيهم بيعطوكي بدالهم مصاري اجرتهم يعني؟ لا ما بيعطونا. على دوري كانوا يعطوا. على دوري، بس على دوري ودور القانون العمل موحد ما خلوا. ستي هنا الإجازة أحسن، المصاري يعني بتروح كلها رايحة. عن إذنك أم محمود، عندي شغل كثير. هنا هنا شايفة معك أكياس كثير، شو جايبة معك أنتِ؟ موني، موني للجمعة كلها أم محمود. منيح، قديش أخذ الباذنجان؟ ما بعرف. طيب شلون ما بتعرفي؟ مو أنتِ اللي اشتريتيهم؟ إيه أنا يلي اشتريتهم، بس حاسبت على الكل. يلا ماشي، بدي ساعدك لبين ما تفتحي الباب أنتِ. لا أم محمود تعذبي حالك، أنا بحملهم. ما في عذاب، فشختين بصير بالمطبخ أنا وياكي. معني أم محمود أنا بحملهم. لا والله ما بتحملي شيء، ولا في عذاب، معقولة تحملي أنتِ وأنا موجودة؟ أنتِ ما بتعرفي معذبك عندي، غالية كثير يا غالية، فوتي معي تعي، لمي لمي. افتحي الباب لأني
سكري سكري تعي. لا تعالي محمود، انا فوتن عني، لا تعصبي حالي. لا ما في عذاب ولا شيء والله العظيم، الا ما حطهم انا بايدي بالمطبخ. شو هالحكي يا؟ وين حط لك يا على الطاوله؟ شكرا ام محمود على الزبطه. لا شو عذاب، انا انت غالي علي حبيبتي كثير. ايه ستي من اولها، اقلي لي بس شو بدك تطبخي اليوم مشان ساعدك فيهم، وباقي الخضره بنحطهم سوا بالبراد. اليوم ما راح اطبخ ام محمود. لكن شو بدكم تتغدون؟ عنا اكل زايد من امبارح. ماشي الحال، لكن لبين ما انت تغسلي الخضره وترتبيها بالبراد راح ساوي انا فنجان قهوه، عندي اخبار بدي اقول لك عليها. إيه لا ام محمود، القهوه بنشربها بعد الظهر، انا مشغوله بدي روح. وين بدك تروحي؟ لعند دكتور اسنان، ضرسي عم يوجعني بدي صلحه، واذا ما تصلح بدي اقلعه وقلع من شرشه. إيه دخلك هذا دكتور اسنان شاطر ولا نص كم حاكم معقده منه؟ لان لا شاطر. اصبح بروح انا وياكي. اخ درسي كثير عما يجعني، خليه يشوف لي اياه اذا كان بده تصليح ولا بده قلق. بس انت ام محمود مو اخذه موعي. ليكي هلا انا بروح على الدكتور وباخذ لك موعد الك وبيجي بخبرك. منفوت انا وياكي بموعد واحد. ما بيمشي الحال؟ لك بيمشي بيمشي، انا بمشي. يا ام محمود يا ام محمود، شلون بدك تمشي؟ هذا الدكتور كثير مشهور وانا بالزور لا اخذت منه موعد من جمعه. دخليك، شو اسمه هالدكتور؟ وانت شو بدك باسمه؟ ابن اخي دكتور اسنان، بدي خليه يتواصل لي عنده. ومعلومك دكتور بيمون على دكتور. وليش لا تخليه يتواصل لك عنده؟ ما تخليه يعالجك هو؟ ابن اخي ما كثير شاطر، مرة ها انا غلطت ورحت لعنده انا مشان درس مسويس شوي هيك قد حبة العدس الحورانية، ضل ياخذني أربع خمس مرات لحتى خلصه، ومرة قلع لي الصاغ وترك لي المسويس. ألو؟ أهلين جميل. إيه. إيه. إيه خلص ولا يهمك. إيه. بس حبيت أسأل شو أخبار العزيمة؟ ماشي الحال. شو راح تطبخي؟ لتيشي بتعرف هنو ما بدي وصيكي، بدي اياها عزيمه سميدعيه مفتخره يعني، وقد ما فيكي تعملي اكل اعملي. فهمت جميل فهمت، خلصني بقى عندي شغل ماني فاضيه. ايه عزيمه، مشان هيك لكان هنا اخذه اجازه وجايبه كل هالخضره وهاللحمه. بس ليش عم تخبي علي؟ اكيد اللي عزمته الناس تقال كتير، وانا من شو بشكي؟ انا بتشرف بمعرفتهم وهن بيتشرفوا بمعرفتي. مع السلامة مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ هذا جوزي جميل. شو بده؟ ما بده شيء بس عم يذكرني موعد دكتور اسنان. والعزيمة؟ انو عزيمة؟ مين قال انه في عزيمة؟ لك ما حدا قال، جوزك اللي قال، قال بده اياها تكون مفتخرة. يخز العين يخز العين، وما شاء الله ما دامك سمعتي المكالمة على بعد مترين، ليش عم تسألين مع مين عم بحكي وشو بده؟ أنا هنا لا تهكلي هم لا تهكلي هم، إذا كانت روحتك لعند الدكتور ضرورية روحي، بس أنت قولي لي شو بدي أطبخ بترجعي بتلاقي الأكل جاهز. بطلت روح أم محمود، بطلت ما عندي. ودرسك؟ طب ما عاد في شيء حتى شوفي. أحسن وفري إجرته. يي لهوة نشفت المي. نشفوا ريقك، نشفتي ريقك. وردي بتعرفي انسي وردي، امبارح طول النهار ما كانت تنقام سيرتك من على لساني. بالمنيح ولا بالعاطل؟ يا باطل طبعا بالمنيح، بس يا خساره. يا خسارة ويا مئة ألف خسارة. خسارة شو؟ مالك بالطيب نصيب؟ ايه بسيطة. انت عارفي بالأول شو اللي فلت من ايديك، بعدين قولي بسيطة. شو اللي فلت من ايدي يعني؟ صحن حمص بالزيت اللي صارعني انك شاطر بمساواته؟ لك لا، أهم بكتير، أهم بكتير كتير. عملت فتة. لك شو فتة وشو حمص؟ كبريلي عقلاتك، عم قلك شغلة مهمة كتير كتير، كان بدها ترفعك لفوق لفوق لفوق. يلا يلا اعطيها. والله شوقتني، احكي لي شو هالشغلة. امبارح اجى سهر عنا ابن خالتها لمرتي، شاب يعني ما صار له فترة متخرج من باريس، دكتور جراح بيطير ضبانات العقل. شو حلو؟ لك شو حلو 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 حلو، بيقول له القمر احليق احليق، اقعد محلها. شو طول؟
شو قامة، شو فتحة عيون، عيون خضر بيسبوا اللي عمره ما انسبه، وورتان عن أبوه مصاري ما بتاكل النيران، يعني شي 150 ألف 100 مليون. وأنا شو دخلني بهالقصة؟ طولي بالك، لا تستعجلي، جايكي أنا بالحكي. أحكي بس استعجل لأنه عندي شغل. وبلا طولة سيرة، ابن خالتها لمرتي طلب منا أنه ندور له على عروس، أنا رأسا، رأسا خطر بذهني أنت وغيرك، لا لا. ذكرتني لألو؟ ليش؟ مو أنت قلتي لي أنه متقدم لك عريس حلو وغني وخلال فترة بده يقطفك من الجنينة؟ أي مزبوط. بس على فكرة يا ريت يكون العريس اللي متقدم لك بمستوى ابن خالتها لمرتي، لأنه ابن خالتها لمرتي لهطة. شو بدي قلك؟ ذكرت له حدا غيري؟ لا بس مرتي وعدتها خلال الأسبوع أنه تلاقي له عروس حلوة وأمورة. وين رايحة؟ عندي شغل. لكن بس انتو تشتغلوا في والله لخليكم تعلقوا بعض الضرايب ولخليكم تفلفلوا فلفلة يا عزيزي فلفلو ما قلي قلتي له يلا يلا طلع طلع لا 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 لا